السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا الدكتور ديالنا. أهلا الدكتور ديالنا، لاباس عليك؟ مزيان. الله يطول عمرك. لاله فاطمة لطيفة. لطيفة، يا ربي الله يلطف بينا وبك لاله فاطمة. شرف ليا كبير بزاف. كنشكرك بزاف. دائما كنستمع لك. جزاك الله الف خير. الله يحفظك ويرعاك لاله. راسي تورت واحد الفرحه طايره بيا. الله يحفظك وينورك يا لاله. بغيتك تتباع معنا، وبغيتك بقى. انا ماشي مجوجه، وجوج خوتي. لا اله الا الله. وبغيتك تتباع معنا، تتباع مع الوالد مسكين الله يرحمه. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. وبغيت ربي يفرج علينا الدكتور كريفان. ما ورد لك، ما عرفتش كيفاش نقول لك. الله يعلي دراجتك لاله لطيفه، حافظك الله ورعاك. الله يرحم والديك. وبغيتك تداعى معنا، تداعى مع الوالده مسكينه الصحيحه ديالها على قد الحال. يا ربي يا كريم، يا ربي يا ربي. بغيتك تداعى معنا ان شاء الله شي زوج صالح. اياه باذن الله، باذن الله. يا رحمن الرحيم، فرج علينا، فرج علينا كاملين. يا ذا الجلال والاكرام. كنشكرك الدكتور كريوه، كنشكرك بزاف. دائما كنسمع لك حتى كتسالي مره عاد كنعس. بارك الله فيك، الله يطول عمرك لاله. جزاك ان شاء الله ربي يخليك الدكتور كريوه. شكرا لاله، شكرا. وتحيه كبيره لاهل طنجه، ودائما نور الايمان ونور اليقين اهل طنجه. اذكر اخر مره ذهبت للبقاع المقدسه كنت رفقه ساكنه اهل طنجه، وسبحان الله العظيم، ناس وهبهم الله جمال الصورة، ووهبهم السلوك النبيل، ووهبهم الله تعالى النظافة والنظام، ووهبهم قوة اليقين والشغف بالعلم والذكر. سبحان الله العظيم، ربي كيقسم الأرزاق ديالو وكيقسم الأنوار ديالو، وكل منطقة كيعطيها الله تعالى واحد النور. وتحية كبيرة لأهل طنجة. لاله لطيفة، هادشي اللي طلبتي من عند الله تعالى كله ميسر. يعني انت باقا شابه، مد يديك للحنه، زوج صالح موجود. ربي سبحانه وتعالى خلق رجال ورجال، وما ابهاهم من رجال. رجال يدعون الله ويذكرونه بالليل والنهار، وعندهم تجارات وعندهم خيرات. يختار الله لك واحد منهم بكل بساطه. اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. وكذلك الرحمه للوالدين إذا كانوا متوفين، وبالصحة والعافية إذا كانوا على قيد الحياة. كل ما طلبته موجود. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه عقيدتنا، لابد أن نغرسها في قلوبنا، أن راه ما كاينش النقصان. ما بغيتش البشر والناس في المجتمع يشكيوا ويبكيوا ويقولوا ما كاينش. كاين الخير. أي نعم، إلا تمنيتي الخير من عند البشر بحالك راه ما كاينش. راه البشر اللي سولتي يقول لك والله يسهل، وراه ما كاينش، راه كاين الأزمة، والله يعطيك شكايات كثيرة. لكن إلا طلبتي الخير من عند مالك الملك، ربي ماذا أجابنا؟ قال لك: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ولكن ننزل بقدر معلوم. هذا القدر المعلوم باش ربي ينزلوا، أش خصنا نديروا؟ قال لك: يكون عندك الرضا، الرضا بالله. هذا الرضا راه هو العملة النادرة اللي صارت عندنا قليلة في مجتمعاتنا. اللي سولتيه الآن كده الأوضاع، غادي يقول لك عدم الرضا، غادي يذكر لك المتالم ويقول لك مساوئ ويقول لك متاعب، وغادي يقول لك مجموعة من الأشياء التي لا تسر. العلاقة الزوجية فيها متاعب، بين الزوج والزوجة كاين صراع. اللي ما مزوجش هو متعب، واللي هو عنده الفلوس متعب، واللي ما عنده فلوس هو متعب، واللي خدام مزيان حتى هو متعب، واللي ما خدامش اصلا هذاك متعب اكثر، واللي مريض متعب، واللي صحيح راه باقي قلب على التعب. شكون اللي هو سعيد؟ اللي عنده الرضا. الرضا
لابد ان ترضى. كنتي فقير، كنتي غني، كنتي في اعلى القمه، كنتي في اسفل القاع، لا يهم ما دام عندك الرضا. تكون مريض الان، هناك مرضى في المستشفيات ولكن عندهم الرضا، سعداء. وكاين دابا الان من هو جالس على مائده يدار عليها اشهى الطعام والشراب ولكن غير سعيد. لماذا؟ ما عندوش الرضا. وغيمشي ينعس في غرفه نوم كتسوى ملايين وما غيديش النعاس، وعنده المال الوفير. علاش؟ حيت ما عندوش الرضا. وكاين اللي عنده غير القليل وعنده الرضا. فالرضا هو العمله اللي ربي عز وجل قال لنا اللي دار في قلبه وعمر بها نفسه ربي سبحانه وتعالى يفتح له خزائن ملكه، وان من شيء الا عندنا خزائنه. الى جاك الرضا الله يتبعه بالنور. بعد الرضا هناك النور. ما معنى النور؟ هو ان الله تعالى يرفع عنك ستار الغيب وترى الاشياء على حقيقتها وجمالها. اي بك الكون جميل والناس في صوره جميله والحياه كلها من صنع الله جميله، وان الله جميل يحب الجمال. وغتعود متفائل ويصعد عندك هرمون السعاده وغتقوى عندك المناعه ديال الجسد، وبالتالي غتكون في منأى عن الامراض والاسقام والعلل، وغتبقى كل صباح تشتهي ان ياتي صباح اخر وانت كلك بفرح وسرور وحاجتك مقضيه وربي غادي يتولاك بالعنايه والرعايه. فاسال الله اختي لطيفه ان يجعل اسم اللطيف عليك حجابا مستورا ويحقق رجاءك ويبلغ بك مقصودك. واسال الله تعالى ان يسعد قلبك بزوج صالح ويحفظ العائله والاحباب ويغنيهم من فضله ويرحم الاموات على العائله ويسكنوا فسيح الجنات. وكل من قال امين الله يعطيه الرضا ويعطيه النور ويعطيه الجلال من عند الرحمن سبحانه وتعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.